عاصمة قرار. ينضم إلينا من لاهاي عبر سكايب نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية. أهلا بك أستاذ نجيب. هي أو كيف تقيم قمة المناخ التي عقدتها الإدارة الأمريكية وشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة في العالم لمواجهة التغير المناخي؟ هذه القمة مع أنها كانت قمة مصغرة أعتبرها أهم اجتماع مناخي حتى اليوم. بالفعل الاجتماعات الكبرى التي كانت تعقد في السنوات 26 السابقة، السنة هذه عندنا القمة المناخية 26، كانت كبيرة جدا، لم تسمح بالفعل بالمناقشات العميقة. قمة واشنطن سمحت بمناقشات جدية بين صانعي قرار الحقيقيين. وأنا أعطيك مثلا، حين انسحب الرئيس ترامب من اتفاقية باريس لم يمشي معه في العالم إلا زعماء قلة مثل بولسونارو في البرازيل. حين عقد الرئيس بايدن هذه القمة خلقت ضجة عالمية، كان هناك تأييد كبير، والآن زعماء العالم يتنافسون من يعمل أكثر من أجل التحكم بتغير المناخ. فإذا هذه القمة كانت لها نتيجة كبيرة، وفي العالم العربي بالتحديد رأينا أن الدول العربية بعد الرسالة الواضحة من الولايات المتحدة تتسابق من يفعل أكثر من أجل التعامل مع تغير المناخ. سنتحدث عن دول عربية، ولكن برأيك هل أن التغير المناخي يشكل فعلا تهديدا وجوديا إذا لم يعالج خلال السنوات المقبلة حتى العام 2030؟ شوف، بدي أقول لك شيء. أنا اشتغلت مع الدكتور مصطفى كمال طلبة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأذكر أول خطاب ساعدته في تحضيره للدكتور طلبة عن تغير المناخ كان عام 1988. من ذلك الوقت كنا نعرف علميا أن المناخ يتغير وأن النتائج خطيرة. بالفعل هذا لم يعد موضوع نقاش اليوم. إذا ناقشنا اليوم إذا كان المناخ يتغير أو لا، وإذا كانت النتائج خطيرة أم لا، كأننا نتناقش اليوم إذا كان التدخين يضر أو لا. ولنتذكر أنه حتى قبل 20 سنة كان هناك علماء في العالم وظفتهم شركات التبغ يقولون أن لا إثبات أن التدخين يضر بالصحة. ولكن ما قاله الخبيران معك اليوم صحيح. أنا لست مع تغيير جذري فوري، هناك صناعات تحتاج بعض الوقت للتغيير، ولكن رسالة الرئيس بايدن كانت واضحة، لا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية. علينا أن نبدأ بتغيير كبير. طيب كيف تنظر أستاذ نجيب إلى الخلاف في أمريكا وربما في العالم حول تفسير التغير المناخي؟ هناك من يعتقد فعلا أن هناك تغييرا مناخيا، والبعض يقول أن هذه المسألة يعني خرافة، وأن المناخ يعني شيء يتكرر كل 100 سنة أو كل يعني 10 سنوات أو ما إلى ذلك. كما قلت لك، الذين يقولون هذا هم قلة، وهم مثل الذين كانوا يقولون قبل 10 سنوات أن التدخين لا يضر. هؤلاء لم يعودوا موجودين الآن. فإذا ليس هناك خلاف، بالفعل الخبراء الذين معك لا يقولون أن المناخ إنه يتغير ويتغير بسرعة. ولكن يعني سيد ديفيد، حد من يعني عواقب هذا التغير؟ على كل يعني سنتابع النقاش معه بعد الفاصل ومع ضيفتنا أيضا سارة. برأيك ما هي انعكاسات التغير المناخي على الشرق الأوسط في العقود المقبلة؟ وهل تتوقع وقوع نزاعات بسبب التصحر وشح المياه والتغيرات المناخية؟ وهل ما يجري اليوم بين مصر والسودان وأثيوبيا هو أحد هذه النماذج؟ المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثرا بتغير المناخ. ليس علينا
أن ننتظر، بدأنا نرى النتائج الآن. أعطي مثلين. المثل الأول الشواطئ، البحار العربية. العالم العربي 20,000 كيلومتر منه يقع على شواطئ، 20,000 كيلومتر من المناطق المأهولة. المناطق التي تقع على شواطئ في العالم العربي هي أكثر من 32,000 كيلومتر. فإذن هو من أكثر المناطق المهددة، لأن لا احتياطات بسبب ارتفاع المياه. تقصد بسبب ارتفاع المياه، بعض المناطق منخفضة جدا في العالم العربي. طيب هل يمكن أن تتحول مناطق صحراوية إلى مناطق خضراء والعكس كذلك؟ هذا غير وارد في المنطقة العربية. المناطق الصحراوية ستزداد صحراوية، الحرارة سترتفع أكثر، فإذا غير مشكلة ارتفاع البحار في العالم العربي. ولكن نرى ثلوجا في بعض الدول الخليجية. هذا كان يحصل دائما. هذه تغيرات في الطقس وليس في المناخ. المشكلة الكبرى الثانية في العالم العربي هي الجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة أكثر مما هي الآن. الجفاف الذي سينعكس على إمدادات المياه العذبة، وهي مشكلة كبيرة جدا. وأنا أقول ليس علينا أن ننتظر سنوات. الآن مصر وأثيوبيا على شفير حرب بسبب المياه، ونحن لا نتحدث بعد عن الأثار الكبرى لتغير المناخ. هل تتوقع يعني نزاعات أخرى غير هذا النزاع في المنطقة؟ من دون شك. تركيا، من دون شك، وقد العراق، سوريا. من دون شك إذا لم نهتم جديا بهذا الموضوع ستقع نزاعات أخرى. علينا أن نرى ما حدث في سوريا. في سوريا سنة 2011 الذين شاركوا في الانتفاضة، وأسبابها الأساسية كانت الثورة على الظلم الاجتماعي. الناس كانت تطالب حقوقها، ولكن حين بدأت الثورة شارك فيها مئات الآلاف والملايين من الذين نزحوا من المناطق الريفية. بعد سنتين من الجفاف في المناطق الزراعية السورية نزحوا إلى المدن. هؤلاء النازحين إلى المدن هم كانوا الوقود الأساسي لبداية الثورة في سوريا. فإذا عندنا نموذج واضح. يعني هل نزحوا بسبب التغير المناخي تقصد؟ من دون شك، لأن التغير المناخي أثر خلال أكثر من سنتين، دمر المواسم الزراعية، لم يعد لهم مصدر دخل في المناطق الريفية، نزحوا إلى المدن. حين بدأت الثورة لم تبدأ بسببهم، ولكن حين بدأت الثورة كانوا هم الوقود الأساسي لها، لأن كان لهم مطالب فورية. ولكن سوريا اليوم أصبحت نصفها لاجئ في الخارج ونصفها نازح في الداخل. بدي أقول لك شغلة. نحن أنا اليوم موجود في أوروبا، في هولندا، أقابل عشرات النازحين على الطريق كل يوم، اللاجئين. ما نراه اليوم من لاجئين هو مقدمة صغيرة جدا حين يبدأ اللجوء البيئي. لأنه حين يصبح الناس في المناطق المتضررة جدا بلا غذاء وبلا ماء، سيلجؤون. هل يمكن تسمية دول معينة؟ يمكن يعني أن تشهد مثل هذا النزوح بسبب التغير المناخي؟ يعني بدي أقول لك شغلي، من أكثر المناطق المهددة أوروبا، لأن أوروبا هي على الضفة المقابلة للبحر المتوسط. ما نشهده اليوم سيزداد كثيرا، لأن النازحين يأتون من إفريقيا إلى الشواطئ المتوسط، ليبيا، المغرب، تركيا. فالمشكلة كبرى، لذا معالجتها. والرئيس بايدن يعني عرف بالفعل ما هي المشكلة أساسا. إذا لم نعالجها سنتحمل مشكلتها في جميع أنحاء العالم. أخيرا يعني وباختصار أستاذ نجيب، يعني تخصيص مساهمات مالية دولية بقيمة 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على العمل على تخفيض الانبعاثات الحرارية، هل يمكن أن تساهم؟ وكيف يمكن تفادي الكوارث البيئية، أو عفوا الكوارث المناخية؟
هذه المساهمة ضرورية جدا ولكنها جزء يسير، ولهذا رأينا في قمة واشنطن أنها ضمت عددا كبيرا من قطاع الأعمال. صح. هناك حاجة كبيرة لوضع تشريعات تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في نشاطات صناعية وفي نشاطات أبحاث، ولكن في النتيجة في نشاطات صناعية وإنمائية تصب في اتجاه الحد من التغير المناخي. فإذا 100 مليار هي قيمة ضئيلة جدا، فلنقارنها سنوية. مثلا سنويا، لأنه فلنقارنها بالتريليونات التي خصصت الآن لمعالجة تداعيات كورونا. تغير المناخ أخطر كثيرا من كورونا. كورونا سينتهي في سنة في سنتين، تغير المناخ سيعيش معنا لعقود طويلة. طيب. فإذا 100 مليار مهمة، ولكن ستدعم بآلاف المليارات بالتريليونات من القطاع استثمارات الخاص. القطاع الخاص. واضح. أستاذ نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية من لاهاي، شكرا جزيلا لك. ديفيد، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ نجيب ومن بعدك سارة؟ لقد قال الكثير. أولا، الناس الجادون لا يتحدثون عن التهديد الوجودي. لو اتهم أناس مثلي بأنهم مثل شركات التبغ فهذا شيء سخيف. أنا استمديت لم يتهمك بهذا الاتهام. أنا سعيد، ولكنه أوحى بذلك. هذه المنظمات لم تقل أي شيء عن التبغ. أيضا هو تحدث عن الجفاف في سوريا. سيكون هناك جفاف بغض النظر عن الانبعاث الكربوني. أيضا فيضانات في تركيا. لا يمكن أن تلوم هذا على التغير المناخي. طيب سارة، أنا أتفق مع ضيفك بإيجاز ما قاله، هو أن التغير المناخي يشكل تهديدا ولا بد من مواجهته. ولكن مجددا، أنا لا أدعم السياسات المتهورة والراديكالية. علينا أن نتأكد أن كل خطوة ليست مكلفة وفي الوقت ذاته تكون ناجعة. لو رأينا ما حصل مثلا في تكساس، رأينا أننا لم نصل إلى مستوى الطاقة المتجددة الكافية لنتخلى عن الطاقة التقليدية. بعض الدول الأوروبية يمكنها ذلك، ولكن الوضع في أمريكا مختلف. كذلك الاقتصاد يجدر أن نأخذه بعين الاعتبار. لكل دولة يجدر أن يكون الاقتصاد قادرا على تحمل هذه الخطوات، وبالتالي ما يهمني هو نوعية السياسات وتطبيقها. رأي الصحافة الأمريكية بالقمة المناخية وتغير المناخ. ليزا فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز: في ظل مسعى بايدن للريادة بشأن المناخ، يظل السؤال، هل تثق الدول في وعود أمريكا؟ تجادل الكاتبة أن رغبة بايدن استعادة ريادة أمريكا على المستوى الدولي بما فيها قيادة جهود مواجهة تغير المناخ تصطدم بإرث الرئيس ترامب وسياسته الانعزالية وهجومه على حلفاء واشنطن وانسحابه من المنظمات والاتفاقات الدولية بما فيها اتفاق باريس بشأن المناخ. وترصد الكاتبة حالة من الشك الدولي بخصوص سياسة واشنطن بشأن المناخ منذ ولاية بوش الابن، مع انتقال الإدارة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين أو العكس. وتضيف فريدمان أن ما يزيد من حالة الشك هو الانقسام في الكونغرس بخصوص المناخ، وهو ما يعقد مهمة إدارة بايدن في جعل الدول الأخرى تلتزم بخفض انبعاثاتها الحرارية. أشلي نونس في موقع صحيفة USA Today: السيارات الكهربائية ليست هي الجواب على تغير المناخ، على خلاف ما يحاول جو بايدن الترويج له.
يعتقد الكاتب بأن ترويج الرئيس بايدن للسيارات الكهربائية في إطار خططه لخلق فرص عمل للأمريكيين ومحاربة تغير المناخ هو محاولة لإحراز نقاط سياسية، لأن الرئيس قدم وعوداً انتخابية بانتهاج سياسات خضراء. ويرصد الكاتب ضعف اقتناء السيارات الكهربائية واستعمالها في الولايات المتحدة، مضيفاً أن هذه السيارات لا تساهم سوى بنسبة محدودة جداً في مواجهة تغير المناخ، وبالتالي على خلاف ما يدعو إليه بايدن من خلال تخصيص 174 مليار دولار للاستثمار في السيارات الكهربائية، فإن أمريكا ليست بحاجة إلى ربح سباق تصنيع السيارات الكهربائية والذي تتقدم فيه بكين على واشنطن، بل نحن بحاجة أكثر إلى هواء نظيف ومياه نظيفة ومجتمع صحي. افتتاحية صحيفة لوس أنجلوس تايمز: على بايدن وضع أهداف جريئة لخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. تعتبر الصحيفة أن دعم ترامب الكامل للوقود الأحفوري والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ حرم أمريكا من 4 سنوات قيمة كان يمكن استغلالها لتغيير مسار الكارثة المناخية التي تلوح في الأفق، داعية الرئيس بايدن إلى وضع أهداف أكثر جرأة من الأهداف المتواضعة لإدارة أوباما بهذا الشأن، وذلك من خلال الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030. وتدعو الصحيفة كذلك إلى التوقف عن دعم الطاقة الأحفورية من خلال الحوافز الضريبية والضغط على دول مثل الصين والهند لوقف دعمها لصناعات الفحم. افتتاحية مجلة ناشونال ريفيو: قمة بايدن غير الجدية بشأن المناخ. تجادل الافتتاحية أن إدارة بايدن باتت تتبنى موقفاً راديكالياً بشأن قضية المناخ التي يسود الانقسام بشأنها داخل أمريكا، وأن بايدن يسعى لاستقطاب التيار اليساري داخل الحزب الديمقراطي ولا يهتم لمواقف الجمهوريين. وتضيف أن بايدن لا يمكنه أن يقود العالم بشأن المناخ قبل أن يكون قائداً في الداخل الأمريكي من خلال بناء توافق بشأن المسألة. وتخلص الافتتاحية إلى أن الخلاف في الداخل الأمريكي والخلاف بين أمريكا وحلفائها في اليابان وأوروبا بشأن المناخ يصب في مصلحة الصين التي تسعى لأن تحل محل أمريكا كأول قوة في العالم. سارة، برأيك هل سيصبح موضوع الطاقة المتجددة أحد أبرز أوجه المنافسة مع الصين التي تتصدر العالم في إنتاج معدات الطاقة البديلة، وهل أن أمريكا قادرة على المنافسة مع الصين في هذا المجال؟ سؤال جيد جدا، ولكن قبل الإجابة لابد أن أقول إن الصين مؤخرا أعادت النظر بخطتها الأمنية المتعلقة بالسياسة المناخية، وسيكون هناك أيضا تركيز على الفحم، بمعنى أن السياسة المتعلقة بالطاقة أهم من السياسة المتعلقة بالتغير المناخي. علينا أن نعرف أن التكنولوجيا الجديدة وبعض الطاقة المتجددة تستعمل بعض الآلات وبعض التجهيزات التي ليست بالضرورة نظيفة، وأحيانا حتى التجهيزات تستعمل الطاقة التقليدية. فعلينا أن نركز أيضا على هذه النقاط، مثلا التوربينات التي نحتاج إليها للطاقة الهوائية تستعين بالنفط أيضا أو ببعض الطاقة التقليدية. ديفيد، أعتقد أن بإمكاننا أن ننظر على الموضوع بكامله. بعض السياسات المقترحة بشأن المناخ لها تأثير، ولكن لو نظرت على تأثير درجة الحرارة نتحدث عن المنافسة مع الصين ديفيد، يعني فيما يتعلق بإنتاج معدات الطاقة البديلة، هل يمكن أن تنافس أمريكا الصين في ذلك؟ وبالتالي هل يتحول يعني من ضمن إطار المنافسة الأمريكية الصينية موضوع المناخ والطاقة البديلة إلى أبرز المواضيع؟ نحن لا نتحدث عن المناخ، المنافسة مع الصين ليسها علاقة بالمناخ. النقطة هي نعم هناك سيارات كهربائية تستخدم مصادر طاقة مختلفة،
وهناك استثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية. هناك استثمارات، تسلا هي واحدة من أكبر الشركات قيمة، الصين فيها استثمارات كبيرة مثل تسلا. نعم، القيمة ارتفعت كثيرا. طيب سارة، نعود إلى نقطة أخرى. هل للتغير المناخي خلفيات اقتصادية وبنيوية برأيك في المجتمع الأمريكي والمجتمعات الأخرى؟ وكيف تقرأين موقف وزير الخارجية الأمريكية عندما يقول إن معالجة تغير المناخ توفر واحدة من أقوى الأدوات لدينا لمحاربة عدم المساواة والعنصرية الممنهجة؟ عليك أن تطرح عليهم السؤال، ليس لدي جوابا أنا شخصيا، ولكن ربما بدون شك التركيز على الطاقة الجديدة يخلق اقتصادا جديدا، وذلك سيفتح المجال لبعض الفرص من دون شك. من جهة أخرى، في بعض الولايات الأمريكية الطاقة التقليدية هي أساسية لعائدات هذه الولايات، مما سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في هذه الولايات تحديدا، الولايات التي ترتكز فيها الوظائف على الطاقة الأحفورية، على النفط، على الغاز أو غيره. هذه الولايات ستخسر الكثير من فرص العمل، وستزداد ديونها، وستخسر فرصا اقتصادية. أما سؤالك فلست أدري. ديفيد، هذا جواب بسيط. هم يحاولون إظهار كل شيء من ناحية المساواة، ولكن من ناحية السعر الضرر يلحق بالفقراء أكثر من غيرهم. هناك ضرائب على الطاقة، أنت أو سياسات الطاقة لها تأثير، وبعد سنوات وربما قرون سيكون هناك تأثير، ولكن العالم سيكون أغنى بعشر أو خمسة عشر ضعفا. هناك إمكانية مساعدة الناس الأغنياء بعد قرن، هذه ليست مساواة.